تحديات الرقابة التجارية. تحكي لي عن وضع الدائرة شو كان وضعها؟ والله قبل استاذ كانت يعني دوام مستمر بينه، حركة موظفين، بس عندنا هون حركة بالسوق. يعني هي أهم شيء هون بالجانب الأيمن أنه ترجع الدوائر الحكومية، يعني كرقابة تجارية، مديرية البلديات، المحكمة، تصير حركة بالأيمن. يعني إذا ماكو دوائر حكومية ما تصير حركة. بعض البنايات يعني ما يحتاج جهد كثير. ما هذيك التكلفة. ما هذيك التكلفة. يعني من يعني الواجهة تتغلف، ما هذا التغليف. ومن الداخل تترميم وصب. اعتيادي. الحركه طبعا طبعا هي اهم شيء هون عصب الحياه بالايمن الدوائر الحكوميه. والله طالب يعني ترجع الدوائر الحكوميه، رجعون البنايات، رجعون الموظفين. يعني الايسر صار كثير ازدحام واختنق شويه، من المحافظ من مجلس المحافظه يبادرون ترجع الدوائر، ترجع الحركه بالايمن. هاي الدوائر هنا كانت البقيه اللخة، بس ما كل احد يعني ما حدا يجي، شارع فارغ. والله نطالب بعمارة ويرجعوا الموظفين هنا، يصير حركة، مراجعين، الشغل يتحسن، المحافظة، هاي بقية الدوائر هنا. يعني هاي الأمور كلها تسهم في الحركة التجارية وإعادة الحياة للجانب الأيمن؟ إي طبعاً أكيد أكيد. هسا ماكو شغل، الشغل واقف هنا. كل الناس تعبر هناك، غادي دوائر، شغل غادي، وإحنا هنا قاعدين في إيجارات وقاعدين بلا شغل. سالفة الدوائر لاحظها يعني يحتاج لصيانة فقط. هي ما بيها شيء، ما بيها شيء، هي بس يراد للترتيبات، ما بيها شيء. العماره مثل ما هي موجوده، بس يراد شويه حركه من الحكومه. والله كان وضعها زين، بس ماكو تعرف محلات كلها ودوائر ماكو هنا. عوده بناء بعض الدوائر راح يساعد بالعمليه التجاريه والحركه وعوده الحياه على الجانب الايمن. نعم طبعا الجانب الايمن هو الدوائر كلها ما بيسع، كلها باليسر، الجانب اليسر الايمن ماكو دوائر. ايش الطالب نطالب؟ والله بالدوائر وشغلات يعني. اي نعم صيانات، رجعون الدوائر مثل قبل.